أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر هذا هو الأسبوع العاشر في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع في الحصة الأولى من هذا الأسبوع سيكون عندنا حصة بحثية سنفتح رواية الأميرة وبنت الريح وسنقوم بإجراء العديد من المهام التي ستؤهلنا لإعداد مشروعنا المشروع التقييم الثاني في الحصة التي تليه سنقوم بدراسة نص من كتاب الطالب هذا النص هو من إبداع الكاتب وليد إبراهيم أحمد سيف الكاتب الفلسطيني الذي ولد في طول كرم. هذا الكاتب هو كاتب للدراما التلفزيونية وشاعر وناقد أكاديمي تلقى تعليمه في مدرسة طول كرم ثم التحق بالجامعة الأردنية عام 66 وتسعمائة وألف حيث حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها ومن ثم حصل على الدكتوراه في اللغويات من جامعة لندن عام 75 وألف بعد ذلك تفرغ للعمل في الدراما التلفزيونيه وقد برز بشكل لافت في مسلسلات عده مثل التغريبه الفلسطينيه عمر صلاح الدين الايوبي وقد حاز على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجه الاولى العليا عام 22 و2000. تقديرا لدوره الكبير في الدراما التاريخيه له الكثير من الدواوين الشعريه مثل قصائد في زمن الفتح تغريبة بني فلسطين وله مؤلفات روائية مثل ملتقى البحرين مواعيد قرطبة وله سيرة ذاتية بعنوان الشاهد والمشهود سيرة ومراجعات فكرية أخذ منها النص الذي سنتناوله إن شاء الله النص جزء من سيرة حياة هذا الكاتب يصف شغفه بالقراءة وتعلقه بأمهات الكتب منذ أن كان فتى صغيرا في مدارس طول كرم يذكر ما كان لهذه الكتب من فضل عليه في توقد موهبته الشعرية وانطلاق إبداعته الأدبية ويعرج وليد سيف بنهاية النص على جانب مؤلم من حياته زمن النكبة الفلسطينية عندما كان طفلا وليدا فيذكر حادثه ولادته وما رافقها من تحديات وصعوبات ويصير بالطبع وليد سيف في سيرته الشهد والمشهود معتمدا التتابع الزمني للمحطات الكبرى في رحله حياته يقف عند تلك المحطات معززا اياها بمراجعات وجدانيه وفكريه عميقه معرجا على اهم القضايا الفكريه التي تشغل الانسان ومنحازاً إلى قيم العدالة والمبادئ الإنسانية. هنا عزيزي الطالب، سيكون الحصة قراءة النص، سنقرأه لندخل في الإطار العام لهذا النص، بالطبع ستلاحظ أن النص مكتوب في ضمير المتكلم، عندما يستخدم ضمير المتكلم نحن نعرف أن هذه سيرة ذاتية من كتاب الشاهد والمشهود وهذا يجعلنا دائما أمام أتابع أمضي لاحظ معي مثلا وبعد ذلك لا أذكره فأكاد والكثير الكثير الكثير بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة النص أفهم المقروء وأحلله وكما تلاحظون هنا فإن السؤال يقول: أفسر معنى الكلمات المخطوط تحتها فيما يأتي، مستعينًا بالسياق الذي وردت فيه، محددًا جذورها. كان في ذلك الزمان الغابر مكتبة لبيع الصحف والمجلات، كلمة الغابر نريد أن نعرف جذرها ومعناها. بعد ذلك سنطبق ذلك على الجمل التي تليها، ثم ننتقل إلى السؤال الذي يليه أوضح دلالة كل جملة مخطوط تحتها في قول الكاتب: أشعر أن قامتي قد طالت إصبعا أو إصبعين وأن عيون الناس تلاحقني، نريد أن نعرف دلالة قامتي قد طالت، عيون الناس تلاحقني. إلى هنا عزيزي الطالب أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.